نذير مبين. صدق الله العظيم. ما عندك يا أبا العتاهية؟ إنه هو يا مولاي. ماذا تقصد؟ من يملك النصف الآخر من خاتمك يا مولاي موجود في السوق واسمه أحمد. صاحب الخاتم أحمد، لقد غادر بغداد. متى غادر؟ منذ البارحة يا مولاي. لقد قيضني على الخاتم بجارية كان يحبها، أخذها ورحل. وهذا الخاتم يا مولاي لا أريده. سترافق جنودنا إلى أن تجده، تفهم؟ أريد أحمد، ستفعل أي شيء لتجده. مسرور، أريد أحمد. يا ابن الربيع، أعطيه 10,000 دينار مقابل هذا الخاتم. أين كان يعمل؟ هناك يا سيدي. هناك لقد كان فقيرا يا مولاي.